حيك من وجهة نظرك يا كابتن، اللعيبة عايزة ايه دلوقتي؟ يعني هل اللعيب دلوقتي بيقولوا ساسي مش مصاب، ساسي ما جالوش شد، ساسي خرج زعلان عشان العقد بتاعه، حيك شايف ايه؟ انا عايزة اوصل لحاجة في الموضوع ده، يعني عايزة اوصل لنقطة معينة تقول لنا مشاكل التجديد، يعني مشاكل التجديد، الزيادة، يعني كل ده بيأثر طبعا على الفرقة. بس انا مش ملم، يعني يمكن طارق اكتر مني وهو جوه نادي الزمالك، لكن انا بحكم خبرتي بحكم خبرتي ان ساسي من اللعيبه القليله جدا اللي جت مميزه في الحته دي، هو طارق حامد. فطبيعي جدا ان انا لما يكون عندي لعيب قامه كبيره زي ده اقدر لازم اجدد له. ليه؟ لان ساسي دلوقتي عنده اكتر من عرض، عنده الاتحاد جده او اهلي جده دحيل، وعنده مش عارف الوحدة الإماراتي أو العين الإماراتي، بنسمع ونشوف وأرقام عالية جدا. خلاص احنا نتكلم بقى بلغة الكورة، لو النادي الزمالك مش قادر يجدد لساسي خلاص سيبه يمشي. هو دلوقتي سعره كده، الأول كان سعره مثلا 100,000 دولار، دلوقتي سعره 100,000 يورو. خلاص الأمور بتتغير والزمن بيتغير، وهو مستوى زاد مع نادي الزمالك ما فيش شك، وعمل مباريات كويسة جدا وجاب بطولات لنادي الزمالك. انما انا شايف وبنشرق نفس الكلام واحداد وبقيه اللعيبه اللي موجوده اللي عايز تزود عقودها، فهيحصل بلبله لو لعيب زي ده هياثر على الفريق حتى وهو مستوى محمد، ان مفيش لعيب هيفرق مع نادي سواء نادي الزمالك او نادي الاهلي، فمفيش لعيب هيقف على نادي الزمالك او النادي الاهلي او اي نادي كبير. مصطفى محمد هياثر على فتره، لكن لازم ادور على البديل من دلوقتي. انا دلوقتي في لجنه موجوده، كابتن ايمن يونس، كابتن اشرف قاسم، وكابتن عبد الحليم علي موجودين، يقدروا هم بخبراتهم، كانوا الثلاثه لعيبه كبار قوي، لعيبه دوليين، يقدروا يشوفوا البديل، يقدروا يحسموا الامور، يبقى في حسم عشان الجمهور يستريح، يبقى في استقرار لنادي الزمالك، يقدر ما تاثرش عليهم في المباريات او للنتائج. عندهم بطوله افريقيا وعندهم الدوري وعندهم ماتشات كتير مهمه جدا. انا من وجهه نظري بقول يا جماعه لو مش هتقدروا تجددوا لساسي سيبوه يمشي. لو مفيش عقد لمصطفى محمد من ست تيان او جلد سراي التركي رسمي، خلاص اعلنوا ان هو مفيش عقود رسمي. لو في عقد رسمي يتناسب مع امكانيات مصطفى محمد الرائعه، ان هو لعيب هيبقى فرود مصر القادم ان شاء الله، نتمنى الاحتفال، مفيش مشكله، وعدوه ان بعد الاولمبياد تقدر تحترف. ساسي لو مش قدرت تجدده خلاص سيبه يمشي، دي وجهه نظري.